واحد أعذار هو يوم اللغة العربية فرح، وأكيد دائما مع الاحتفال باليوم العربي للغة العربية، واللي دائما مثل ما قلنا بيصادف واحد من كل عام من شهر آذار. اليوم بدنا نحكي عن أي مدى ممكن نعمل على ترسيخ هاللغة عند الطفل، سواء بالتعليم أو حتى بالترفيه. ولنحكي عن هذا الموضوع أكثر معنا الأستاذة قحطان برقدار، رئيس تحرير أو مدير تحرير مجلة أسامة بمشورة الطفل. سعد صباحك وأهلا وسهلا فيك. يا أهلا وسهلا فيكم. أهلا وسهلا. سعد صباحك وأهلا وسهلا فيك، ودائما كان نحن محظوظين تكون ضيفنا. تشرف فيكم. اليوم الموضوع كتير مميز، عم نحكي أول شيء عن اللغة العربية من جمالها وكيفية الحفاظ على هي اللغة. وبالبداية أول شيء يعني اليوم كتير تطورت أساليب تعليم الطفل بشكل كتير تمام. كبير، والأساليب اختلفت. برأيك وحسب تجربتك أستاذ اليوم، كيف منقدر نحن، شو هي الطريقة الأنسب لتعليم الطفل؟ عن طريق اللعب، عن طريق الصور والألوان، كيف برأيك؟ نعم، يعني اللغة العربية بالدرجة الأولى هي لغة الحضارة العربية، لغة الثقافة العربية، هي التي تعبر عن هوية الأمة العربية بشكل عام. طبعا مفهوم الهوية هنا هو مفهوم واسع وشامل، يعني يشمل كل ما يتعلق بالمجتمع العربي من المحيط إلى الخليج. بالتالي من هنا تأتي أهمية المحافظة على هذه اللغة والتمكين لها. الآن نأتي إلى شريحة الأطفال، كونه الطفل هو يعني كائن متعلم بشكل أو بآخر، نجد من الضرورة بمكان أن نمكن اللغة العربية عند الطفل. للأسف نحن نقع في أخطاء كثيرة في هذا المجال، بمعنى أن الأهالي بشكل أو بآخر يقومون بتعليم الطفل أكثر من لغة في وقت واحد، ولا سيما في سنوات الطفولة المبكرة، يعني السنوات الخمس الأولى أو الست الأولى من عمر الطفل. هلا هذا الأمر خطأ 100%. يجب أولا يعني التركيز على اللغة الأم للطفل. عندما نركز على تعليم الطفل لغته الأم وهي اللغة العربية، نجد تفاعل الطفل الكبير، يعني يتلقى هذه اللغة بسرعة وسهولة ويتقنها إتقانا جيدا. هلأ بعد هذه المرحلة يمكن أن نأتي إلى تعليمه اللغات الأجنبية الأخرى، وهذا أيضا أمر ضروري يعني بكل تأكيد. طبعا عندما نعلم الطفل أكثر من لغة في وقت واحد، سينشأ عن ذلك أكثر من مشكلة عند الطفل، يعني قد تصل هذه المشكلات إلى التأثير في نفسية الطفل، ليس فقط في طريقة نطقه، يعني تصبح لديه ازدواجية لغوية، بمعنى عندما يتحدث يستخدم مفردات من هذه اللغة ومن تلك اللغة وإلى آخره، وإنما قد يؤثر ذلك إلى اضطرابات نفسية أيضا عند الطفل. من هنا من الضرورة بمكان أن نركز بالدرجة الأولى على تعليم الطفل العربي لغته الأم وهي اللغة العربية. يعني مثل ما قلت، معروف كان الشعب السوري وما زال باللغة العربية السليمة والصحيحة، لكن بظل انتشار مواقع التواصل الاجتماعي، الانترنت، سرعة التطور الكبيرة اللي عم نشهدها بهذا العصر، ممكن تضيع بعض المصطلحات العربية عند الأطفال، خاصة الأجيال الجديدة اللي صاروا بيعرفوا كل شيء هلأ. خبرنا اليوم كيف فينا نحن من خلال القراءة باللغة العربية الواضحة والموجهة للطفل أنه نحافظ على ما تبقى من لغتنا وحضارتنا. نعم، يعني بالتأكيد اللغة العربية باقية وقوية ومتينة، يعني ينقصنا فقط تنظيم التمكين لهذه اللغة. مسؤولية تمكين الطفل أو تمكين اللغة العربية عند الطفل هي مسؤولية كبيرة، لا تقع على عاتق جهة واحدة فقط، يعني إنما تقع على عاتق المجتمع بأسره، ابتداء من الأسرة مرورا بالمدرسة، وأيضا الإعلام له دور كبير في ذلك، كذلك ما يتعلق بالمنشورات التي نقدمها إلى الطفل. كل هذه الأمور يعني مجتمعة تساهم في تمكين اللغة العربية عند الطفل. طبعا عندما يكون هناك مشروع تتبناه الدولة، كما يعني تعلمون أن هناك لجنة للتمكين للغة العربية في وطننا، مهمتها رعاية هذه اللغة. يعني المسألة تحتاج إلى تنظيم وإلى تضافر الجهود بين الجهات المعنية بهذا الأمر، بالتالي نستطيع أن نحصن طفلنا العربي
من هذا الغزو الثقافي الكبير الذي يتعرض له عبر يعني الانترنت وما الى ذلك. هي النقطة بالذات خلينا نحكي عنها بالتفصيل. اليوم المغريات كثير كبيرة قدام الطفل، ان كان من انترنت، ان كان من تلفزيون، ان كان موبايل، مواقع تواصل الى اخره، واغلبها عم بتكون باللغة العامية، اللهجة العامية، اذا ما كان بلهجات اخرى غير لغتنا العربية. اليوم بصفة مجلة أسامة اذا بدنا نقول، كيف قدرت تقدم كل المغريات للطفل وبنفس الوقت تقدم له المتعة والفائدة وتحافظ على اللغة العربية؟ نعم، يعني الآن ليست مهمة سهلة أن أكيد. تجذب الطفل إلى مجلة أو إلى كتاب يعني مقروء، في ظل هذا يعني في ظل انشداد الطفل إلى الإنترنت وما ينشر في الإنترنت من محتويات. مجلة أسامة تحاول قدر الإمكان ورغم صعوبة الظروف أن تواكب يعني متطلبات العصر الحالي، أن تعكس على صفحاتها أشياء تهم الطفل العربي الآن يعني في هذه المرحلة. فعندما يقرأ الطفل في هذه المجلة يجد ذاته، يجد عالمه ومفردات عالمه. من جهة أخرى المجلة تحافظ على أن تكون مضبوطة لغويا بشكل سليم، يعني الكلمات مضبوطة بالشكل، لغة سهلة واضحة، الابتعاد عن التراكيب والمفردات العامية قدر الإمكان، وكذلك عن المفردات الأجنبية. يعني نحاول قدر الإمكان أن نقدم للطفل لغة ناصعة. زاد الاهتمام بالألوان وبالرسوم؟ بالتأكيد يعني ما يتعلق بالألوان والرسوم هذا أمر مهم جدا، يعني كما تفضلتي لا نستطيع أن نقدم للطفل المعلومات هكذا دون يعني وسائل مساعدة تثير الطفل أكثر، منها الألوان والرسوم، وهو أمر أساسي يعني نعمل عليه في المجلة. نمي خياله يمكن أكيد. يعني خلينا نحكي عن الصعوبات اللي عم تواجهكم كمان بالتوجه للأطفال بالوقت الحالي، خاصة بنعرف إن كانت صعوبات مادية أو حتى صعوبات بإيصال المعلومات أو تشجيع الطفل على القراءة. نعم، يعني الصعوبات كثيرة الصراحة، تبدأ بأولا قلة من يكتبون للطفل في وطننا، أيضا من يرسمون له كذلك ينصرفون عن الرسم إلى المجلات الوطنية، ينصرفون إلى دور النشر الخارجية يعني يرسمون لها بسبب يعني الأجر المادي بشكل أو بآخر. يعني من هنا بداية الصعوبات. هلا هناك صعوبات أخرى تتعلق بالطباعة، ولا سيما بعد يعني فترة الكورونا التي مررنا بها توقفت الطباعة قليلا، ولكن الآن عدنا يعني نطبع المجلة بشكل متواصل. حاولنا التركيز على النشر الإلكتروني، بمعنى كل عدد من أعداد المجلة ينشر إلكترونيا على موقع الهيئة العامة السورية للكتاب في ملف PDF. بالدرجة الأساسية هي أن نحاول أن نقدم للطفل أشياء تهمه كما قلت، يعني هذا هو الهاجس الأساسي. نطمح إلى أن تصل المجلة إلى جميع الأطفال، أيضا هذا أمر مهم جدا، يعني إذا لم تصل المجلة إلى كل أطفال سوريا فلن تستطيع أن تحقق الرسالة المرجوة منها. تمام. هلا في ناحية يمكن كثير من الأشخاص بيميلوا وأطفالهم بيميلوا خاصة بهذا الجيل إذا بدنا نقول لأشياء المسموع والشيء المشاهد أكثر من الشيء المقروء مثل ما حكينا، هل من الممكن تكون مجلة أسامة أوقات مثلا مسموعة، خاصة أنه اليوم في ظروف معينة هي الكورونا غير قادر يمكن على الطباعة لوقت معين أو لفترة زمنية، اليوم ممكن تكون مجلة أسامة بقصصها المحكية تكون مسموعة أو حتى مشاهدة بالمستقبل؟ تمام، يعني هذا الأمر أخذناه في الحسبان. منذ سنوات قليلة أصدرنا ألبوما ناطقا فيه بعض مواد مجلة أسامة مؤدات بشكل صوتي. كانت هذه التجربة منذ كان الإقبال؟ كان إقبال جيد جدا، كان عبارة عن سي دي مرفق مع أحد أعداد المجلة، وأقيم له حفل أيضا في مكتبة الأسد. الآن في الهيئة العامة السورية للكتاب نركز على هذا الأمر من خلال إصدار ألبومات ناطقة تحتوي كتبا للأطفال. يعني مؤخرا مثلا سجلنا مجموعة من القصص الروسية المترجمة إلى العربية، طبعا هي قصص موجهة للأطفال، نحو 10 قصص أديت بصوت يلائم الأطفال، بصوت طفولي، ووضعت على CD يعني، وسينشر قريبا إن شاء الله.
نعم. طيب كيف كانت المبيعات؟ يعني هل زادت المبيعات بعد ما عملتوا هدول السديات؟ يمكن هالوسائل بتساعد لإيصال المعلومة للطفل، أو أنه عم تواجهوا لهلأ مشكلة بهي القصة بالتسويق؟ نعم. والمبيعات فيما يتعلق بالوزارة الثقافة الهيئة العامة السورية للكتاب، يعني كل ما ننتجه للطفل نجد إقبالا كبيرا عليه بسبب السعر يعني المعقول الذي نضعه للمنتجات كلها، يعني منتجات الأطفال. بالتالي في معرض الكتاب الأخير يعني في نهاية عام 2019 كان الإقبال كبيرا على جناح الهيئة العامة السورية للكتاب، بحيث أننا كل يوم كنا نزود هذا الجناح بمنتوجات كثيرة يعني من مستودع الهيئة تتعلق بالأطفال. فهناك تعطش كبير عند الأهالي إلى اقتناء منشورات لأطفالهم. ربما يعني السعر المرتفع أحيانا يكون عائقا، ولكن في وزارة الثقافة الهيئة العامة السورية للكتاب أخذنا هذا الأمر في عين الاعتبار. ليس هناك هاجس ربحي، وإنما نريد أن نوصل هذه المنتجات إلى الأطفال لأنها منتجات نافعة لهم بشكل أو بآخر. هلا إذا بدنا نرجع شوي بالذاكرة، ففينا نقول إنه إحنا من أجيال المجلة أسامة يلي تابعت، يمكن وبشك إنه ممكن في طفل سوري ما اقتنى هي المجلة. اليوم هذا التطور السريع قد إيه هو مسؤولية مضاعفة عليكم لحتى يمكن يزداد الاهتمام، إن كان بالمضمون وإن كان بالشكل ومواكبة هذا التطور السريع، يمكن لحتى نرضي كل الأذواق؟ واليوم ما إنه شيء سهل هذا الشيء. بالتأكيد مجلة أسامة يعني هي مجلة عريقة ولها تاريخ كما تفضلتي، يعني هي مجلة الأجيال جميعا. بالتالي المسؤولية هنا تكون كبيرة علينا نحن الآن أن نحافظ على هذه المجلة، أن نعرف الجيل الجديد بهذه المجلة، بمعنى أن يستطيع الطفل أن يعرف أن هناك مجلة عريقة تربت عليها أجيال وأجيال. هنا تكمن المسؤولية، وهذا الأمر نعمل عليه بقوة، أن نشد الطفل الحالي إلى مجلة أسامة. هون يمكن هون اليوم يمكن في كمان انتقائية باختيار العاملين بالمجلة، سواء من كتاب ورسامين ورؤساء تحرير وكل هاي الأمور، لحتى يمكن يكون كادر العمل كامل متكامل قادر حتى يحقق هذا المستوى المطلوب، سواء من المحافظة على اللغة العربية أو حتى المضمون. بالتأكيد يعني الكادر هو كادر نوعي، كل يعمل حسب اختصاصه. يعني لدينا المختص في مجال الرسوم، رسوم الأطفال، لدينا مختص في مجال الإخراج الفني، أيضا مختصين في مجال اللغة والجانب الأدبي، أيضا القصة والشعر وما إلى ذلك، والجانب الصحفي كذلك، وأيضا مختص تربوي لدينا في المجلة. فنحاول أن نراعي جميع الاختصاصات من أجل أن نقدم يعني أفضل محتوى للطفل. نعم. في أشياء جديدة ضفتوها لمجلة أسامة، يعني كان بميزها صلة الوصل بين مثلا الكتاب أو القائمين على المجلة والأطفال، ممكن تتنقوا مثلا أطفال مبدعين بموهبة ما وتشجعوهم أيضا. بالتأكيد. ففي أشياء جديدة ضفتوها على المجلة؟ يعني دائما هناك محاولة لتطوير أبواب المجلة، نحاول أن نعزز مواهب الأطفال. هناك صفحات يعني في المجلة خاصة بمواهب الأطفال، سواء في الكتابة الأدبية أو في الرسم، كذلك من خلال الأنشطة التي نقوم بها وزيارة المدارس والمراكز الثقافية والالتقاء بالأطفال بشكل مباشر. أي موهبة نتعرف إليها نقوم برعايتها عبر صفحات هذه المجلة. ممكن أوقات يجيكم اقتراحات من الأطفال نفسهم أنه ممكن نغير هيك، ممكن نضيف هذا البند أو هي الصفحة، وأنتم تأخذوها بعين الاعتبار وفعلا تشتغلوا عليها؟ نعم، هناك أطفال لديهم خيال واسع يعني واهتمام كبير في المجلة، بالتالي تصلنا أحيانا رسائل يعني تتضمن أفكارا لأبواب جديدة في المجلة. نحاول بقدر الإمكان أن نعكس هذا الأمر على صفحات المجلة. طيب يمكن في مثل معالي فرح أطفال كتير ربوا، كانوا يعني ربوا مع مجلة أسامة وربت أجيال مثل ما بيقولوا، هل ما زال في تواصل مع الأجيال الكبيرة بمجلة أسامة، وخاصة صاروا مثلا بمكانات أكاديمية عالية؟ تمام. يعني بالنسبة للأجيال القديمة التي تربت على هذه المجلة، حلو تشارك تجربتها مع تماما الجيل. هناك تواصل معهم عبر صفحة المجلة على الفيسبوك، يعني تصلنا رسائل عديدة من متابعي مجلة أسامة القدامى، يذكروننا بأيامهم مع المجلة، أنهم كانوا ينشرون فيها في يوم ما. فهناك اهتمام كبير من قبل هذه الشريحة
بالمجلة. بس ما فينا ننكر كمان انه يمكن مثل ما بنقول الاجيال السابقه والاجيال الماضيه كان عندها شغف بالورقه، كان عندها شغف بالقراءه، وممكن من الصغر كنا نشوف الاولاد بيتسابقوا مين عنده مجلات اكثر، مين بيقرا اكثر. هذا الشيء كثير ضعيف اليوم، قد ايه بتشوفوا هذا الشيء يمكن انعكس حتى على مجله اسامه او لا هي المجله العريقه يلي ما زالت اليوم عم تنافس كل التطور وكل التكنولوجيا؟ لا بالتاكيد هناك صعوبات، يعني هناك تراجع، لا سيما في ذلك الوقت لم يكن هناك يعني نوافذ معرفية مثل الإنترنت والفضاء الإلكتروني هذا الواسع لم يكن موجودا، فكان الكتاب الورقي فقط هو الحاضر. الآن هناك الكتاب الإلكتروني. المسؤولية اليوم هي أن يعني نواكب هذا التطور قدر الإمكان، يعني نطمح إلى أن تكون مجلة أسامة أيضا موجودة دائما بمحتوى إلكتروني بين يدي الطفل بشكل أو بآخر، محتوى تفاعلي طبعا أقصد. نحن ننشرها اليوم إلكترونيا، ولكن أقصد أن تؤدى صوتيا مثلا، تكون مسموعة بحيث أن تصل إلى الطفل حتى عبر الإنترنت. لا هناك تحديات كبيرة بالتأكيد يعني تواجهنا. اليوم يمكن كل طفل هلأ بحاجة ليعبي وقته، وخاصة بالفراغ الكبير اللي عم بعيشه بالقراءة بالتشجيع. أيضا في إلى موقع مجلة أسامة بالتأكيد لكل الأولاد اللي بيحبوا كمان أنه يطلعوا عليه، ليكون متاح للجميع، يعني اللي ما عنده قدرة تماما يشتري المجلة ليكون متاح للجميع. فخبرنا عن الموقع كيف ممكن عم تطوروه حسب العصر والزمان ويمكن التحديثات اللي عم تصير. تماما، هناك موقع اسمه موقع الهيئة العامة السورية للكتاب، هناك قسم في هذا الموقع هو تنشر فيه المجلات التي تطبعها هيئة الكتاب كلها، ومنها مجلة أسامة وأيضا مجلة شامل للأطفال في مرحلة الطفولة المبكرة. ففي كل شهر يصدر العدد إلكترونيا على هذا الموقع، هذا من جهة. من جهة أخرى هناك صفحة للمجلة على الفيسبوك أيضا ننشر فيها المواد بشكل مفصل، يعني كل مادة في منشور مع الرسوم المتعلقة بها. نعم. ونستقبل من خلال هذه الصفحة رسائل الأطفال. حلو. وكل ما يعني يكتبونه ويرسمونه للمجلة. في سؤال يمكن انه كثير من الاشخاص واهاليهم بيكونوا يمكن ما لهم بمحافظه دمشق بغيرهم من المحافظات، بالنسبه لتوزيع الاعداد من مجله اسامه ممكن يكون متوفر بكل المحافظات وكل طفل قادر انه يقتني؟ يعني الآن هناك بعض الصعوبات فيما يتعلق بالتوزيع، لا سيما أننا توقفنا عن الطباعة الورقية في فترة الحجر الصحي المنزلي العام الماضي. الآن نحاول أن نعوض ما فاتنا، يعني نحاول طباعة الأعداد التي فادتنا وإن كانت بكميات قليلة. فربما يعني الآن مشكلة التوزيع لا تزال قائمة، ولكن الأمر يتحسن مع الوقت إن شاء الله. نعم، يعني شو بتحب تتوجه هيك كمان لكل طفل اليوم او لكل ام حابة اليوم يستفيد طفله يقوي لغته العربيه يقوي خياله وموهبته؟ نعم بالتاكيد، يعني الطفل بحاجه الى غذاء معرفي، ليس فقط هذا الغذاء المادي الجسدي، هو يحتاج بشكل اساسي الى غذاء ثقافي. فبالتالي على كل ام او كل اسره أن تحرص على أن تقدم لأطفالها المحتويات المعرفية اللائقة بهم، ليس فقط أن نضع بين أيديهم الكتب، وإنما أن نشاركهم عملية القراءة أكيد. وباللغة العربية الفصحى أيضا. أكيد. مشكور كل الشكر لك أستاذ، تحيتنا لكل الأشخاص اللي عم يشتغلوا على مجلة أسامة ولكل الكتاب والرسامين. شكرا لك، كل التوفيق لكم للمجلة. شكرا جزيلا لكم. شكرا للإخبارية السورية. شكرا لك.